هنتعلم ازاي نلعب زي الكمبيوتر او ازاي ان احنا نجيب افضل نقله في اي موقف. الفيديو ده هيفرق معاك جدا جدا وهيفرق في مستواك بشكل لا يصدق. لو عاوز فعلا تلعب زي الكمبيوتر وتعرف ايه الفرق بين نقلات البشر ونقلات الكمبيوتر يبقى لازم تشوف الفيديو ده. خليك معايا ما تروحش في اي حته ويلا بينا. وقبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وطبعا ما تنساش اللايك وشير. وانا متاكد بعد مشاهدتك للفيديو ده هتشترك في القناه بنسبه 100%. ليه يا استاذ بتقول الكلام ده؟ عشان انت هتعرف في الفيديو ده معلومه ما حدش قالها لك قبل كده، معلومه هتخليك تلعب زي الانجن او تلعب زي الكمبيوتر، وازاي ان انت تجيب افضل نقله في اي موقف بكل بساطه وبكل يسر. يلا بينا نخش في الموضوع على طول عشان نستفاد من هذه المعلومه. دلوقتي النقله هنا للابيض، والابيض هنا بيموت في نقلتين. ازاي الابيض يدي مات في الشكل ده؟ وود بلاي صديق بيقول لي هلعب كوين اي 5. طبعا كوين اي 5 نقله قويه. النقله دي طالبه مات على مربعين، مربع على عمود الاتش ومربع على عمود البي. والملك هنا ليه اختيارين او احتمالين، يا اما يجي على مربع عمود الاف، يا اما يجي على مربع عمود الدي. حلو الكلام. ولكن النقله دي ترتيبها على الانجن الترتيب الثالث، يعني النقله دي مش البيست موف. تخيل النقله دي مش البيست موف. ازاي الكلام ده؟ تعالوا ارجع تاني وتعالوا نشوف ايه النقله اللي ورا الترتيب الاول في الاختيار. هي نقله كوين بي 4. طيب كوين بي 4 دي هدفها ايه؟ طالبه هدفين، طالبه مات على مربع اي 7 وطالبه مات مباشر على مربع بي 8. حلو الكلام. ولكن الميزه اللي فيها زياده ان هي مخليه ملك الخصم له احتمال واحد مش احتمالين، عشان كده نقله الوزير هنا اقوى من نقله الوزير على مربع اي 5. وزير بي 4 نقله ليها هدفين للمات، ليها مربعين للمات، ولكن مخليه الخصم له احتمال واحد للرد في الموقف ده. يبقى اذا معيار افضل نقله ازاي تجيبه؟ اول حاجه تعدديه الاهداف. يبقى اول حاجه هتبص عليها تعدد الاهداف. عندك مثلا نقله ليها 5 اهداف ونقله ليها 3 اهداف، يبقى هتختار النقله اللي ليها 5 اهداف. طيب لو نقلتين اتساووا في عدد الاهداف تختار ايه؟ تختار النقله اللي مخليه الخصم له احتمالات اقل. دي الفكره ببساطه، زي نقله وزير بي 4 ونقله وزير اي 5. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا نشوف الترتيب الثاني في نقلات الانجن في الموقف ده. الترتيب الثاني هو كوين اتش 4. وزي ما شايفين كده كوين اتش 4 برضه ليها هدفين، ليها مات على مربع اتش 8 وطالبه مات على مربع اي 7، وفي نفس الوقت مخليه الخصم له احتمال واحد في الرد، وهو ان هو يجي على مربع اف 8 بشكل اجباري. طيب صديق هيقول لي دلوقتي طيب ما نقلت كوين اتش 4 نفس عدد اهداف كوين بي 4، الاثنين زي بعض كل حاجه في عدد الاهداف وفي عدد احتمالات الخصم. ولكن يا جماعه اذا تساووا نقلتين في نفس عدد الاهداف وفي نفس عدد احتمالات الخصم بنخش على المعيار الثالث. المعيار الثالث اللي هو يا اساتذه القطعه اللي بتسيطر على مربعات اكثر، هي دي اللي انا اختارها. بمعنى ايه يا جماعه؟ يعني كوين بي 4 لو عدينا عدد المربعات اللي بيسيطر عليها الوزير هنلاقي عدد المربعات 23 مربع، وعدد المربعات اللي بيسيطر عليها الوزير على مربع اتش 4 هنلاقي بيسيطر على 21 مربع. عشان كده الكمبيوتر سبق كوين بي 4 عن نقل كوين اتش 4. طيب صديق ممكن يقول لي دلوقتي ازاي يا عم؟ اذا كان كوين اي 5 اصلا لو عدينا عدد المربعات هنلاقي عدد المربعات هنا عامل كام؟ عامل 24 مربع. ولكن انت ما تنساش ان في معيار انت تجاهلته في النقله دي، ان الملك الخصم له احتمالين مش احتمال واحد. عشان كده كوين اي 5 خدت المركز الثالث في ترتيب النقلات في الكمبيوتر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى اذا عشان تختار افضل نقله بتبص على ثلاث حاجات. اول معيار هتبدا بيه اختيارك لافضل نقله هو تعدديه الاهداف، نشوف النقله اللي ليها اهداف اكتر. طيب لقينا اكتر من نقله زي بعض لهم نفس الاهداف، يبقى بتختار المعيار الثاني وهو تقليل احتمالات الخصم. بنشوف النقله اللي الخصم فيها عنده احتمالات اقل، يبقى اختار النقله كده. لو لقينا اكتر من نقله بيتساووا في عدد الاهداف وعدد احتمالات الخصم، يبقى تختار القطعه اللي ليها سيطره اكبر على الرقعه. كده من خلال المعيار ده تقدر تجيب البيست موف بكل بساطه في اي موقف. في معايير اخرى ممكن الكمبيوتر يحسبها اللي هي الماتيريال، ولكن
لازم الاول يبص على الثلاث معايير اللي احنا قلناهم في الاول، اللي هي تعدد الاهداف، تقليل احتمالات الخصم، السيطره على اكبر قدر ممكن من القطاع. لو تسوي الثلاثه دول في كل حاجه، المعيار الرابع اللي بيقيس بيه الكمبيوتر برضو البيست موف هو معيار الماتيريال او القطع. بمعنى ايه يا جماعه؟ يعني انت عندك نقله هتلعبها، هتاخد مثلا بيدق او هتاخد قطعه وتبقى طالبه هدفين ومقلله احتمال الخصم، ونقله اخرى مش هتاخد قطعه ولكن هتطلب هدفين وتقلل احتمالات الخصم. يبقى ساعتها النقله البيست موف في الموقف ده نقله الاجهز هتبقى اقوى من نقله اللي هي من غير اجهز. دي الفكره ببساطه يا اساتذه. ده يا جماعه درس مهم جدا هيفرق في مستواك، ومن خلاله هتقدر تجيب البيست موف بكل بساطه. لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يكون عجبك، ما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وطبعا ما تنساش اللايك على الفيديو ده والشير عشان يصل لاكبر قدر ممكن من الناس، عشان الفايده تعم للجميع. وبرضه ما تنساش تكتب لي تعليقا محفزا لو عجبك الفيديو فعلا وحسيت ان انت استفدت من الفيديو، ما تنساش تكتب لي تعليق محفز لنستمر. وطبعا ما تنسانيش من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.